الرحمن الرحيم. يعني الدورة التكوينية اللي بدات يوم الأمس يعني غتمتد على 5 أيام، تنتعرفوا فيها على الخطوط العريضة والمبادئ الأساسية في تقنية الفار، في انتظار يعني استكمال التكوين في الأسابيع المقبلة. هذه التقنية هذه اللي تنظن غادي تساعدنا كثير في البطولة الوطنية باش نتجاوزوا بعض الهفوات، يعني بعض الهفوات ديال التحكيم في البطولة، وكذلك ممكن تفيدنا في المسابقات الإفريقية والمسابقات الدولية إن شاء الله. يعني المراحل كما قلت لك يعني هذه 5 أيام غادي نشوفوا فيها الخطوط العريضة الأولى والمبادئ الأولى الأساسية ديال الفار. من بعد يعني تنظن وقيلا في الأسابيع القليلة المقبلة غادي ندخلوا في التكوين يعني التطبيقي والتكوين التقني، باش إن شاء الله كما تتعرفوا غادي تطبق التقنية ديال الفار في نصف نهاية كأس العرش، ومن بعد ذلك في نهاية كأس العرش والبطولة الوطنية.